Here my students. دلوقتي بقى نبدأ حل الايه كويز اللي احنا كنا واخدينه على revision 1. اول جملة بيقول the government have issued strict laws to stop. طبعا الحكومات وضعت قوانين صارمة. ليه بقى؟ to stop ايه on high seas. طبعا grocery ولا piracy ولا conspiracy ولا consequences. grocery اللي هي البقالة وكده. طبعا ما تنفعش طبعا grocery. مش هنمنع البقالة. تمام؟ يبقى دي غلط تماما. بايراسي القرصنة، انا شايف انها القرصنة. كونس بايراسي مؤامرة، كونسيكونسز نتائج وعواقب، طبعا دي كله غلط، هي بايراسي. وطبعا القرصنة بتشمل القرصنة في الاون هاي سيز، ان انت زي ما تشوف الافلام كده يطلعوا ايه يسرقوا سفن ويشتروا محتوياتها ويهاجموها. في برضو قرصنة فكرية ان انت تسرق كتب وكده، خدناها الكلام ده. انديا الهند is famous for its مشهورة بايه that make food delicious. طبعا الهنود مشهورين بكمية التوابل اللي بيحطها في الاكل، لو شفتها تموت. توابل صعبة جدا في اكلهم يعني. يبقى species فصائل ولا specialties ولا spices ولا specifies. هي طبعا ايه spices اللي هي الايه التوابل. I haven't seen the cinema over a month. افتكر كده التعبير ده ياخد سنس ولا فور؟ طبعا مش فروم غلط ابدا، فروم ولا سنس طبعا، ولا اجو طبعا ذا باست سمبل، هي فور. فور اوفر ا مانث فيما يزيد عن ايه؟ عن شهر. فيما يزيد عن شهر. وايل اظن قاعده وايل تعبنا تعبنا، نقول قاعده وايل. وايل احنا فوتناها كده لحظة. just a minute. while فين is a pen. okay while بينما she her homework she was listening to music. طبعا قاعدة بتعمل واجب وبتسمع موسيقى زي كده. while she her homework she was listening to music. يبقى while she بذمتك في حاجة she تاخد و تنفعش طبعا. was doing did ولا doing. طبعا وهي بتعمل واجب يبقى حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت at the same time اللي هو past continuous. يبقى while she was doing طبعا لا did تنفع ولا doing تنفع. when the phone rang لما التليفون ران I ate my lunch. طبعا ده حدث قطع حدث آخر. حدث الأطول اللي هو الماضي المستمر past continuous، أو حدث القطع اللي هو past simple. يبقى when the phone rang I was having my lunch. I didn't. You at first with your no haircut. Haircut اللي هي ايه؟ الحلقة. فبيقول انا ما عرفتكش في الاول كده بالحلقة بتاعتك، مش immunize ولا sterilize ولا realize وrecognize. كلمة realize وrecognize دايما بيبقى في بينهم لغط. realize يدرك. والله يا مستر I didn't realize، ما ادركتش قيمة الفوكاب الا ما قعدت امتحن. يدرك لن تدرك، مش هتدرك قيمة والدك ولا كلام والدك إلا ما تبقى أب في المستقبل وهتلاحظ ده. فأنت مش هتدرك، يبقى ده عملية معرفية. recognize يتعرف على الشكل الخارجي لمكان أو الإنسان. فأنا ما قدرش أتعرف عليك. recognize. after he his homework he watched the match. أظن عندك أداة الربط after he. after he يعني خلاص بقى، يعني خلاص احنا في آخر السنة وجاست كده يعني a few days أيام قليلة. فافتر هي هيز هوم ورك هي واتشد باست سمبل. يبقى هنا في باست بيرفكت. حدث سين تو اكشنز هابند ان ذا باست. ذا فيرست اكشن از باست بيرفكت اند ذا سكند اكشن از باست سمبل. افتر هي هاد دون نو سونا. اظن كلمه نو سونر دي شبعنا منها والله العظيم واحنا بنتكلم عن الباست بيرفكت. نو سونا لم يكن حتى نو سونر، بس انا جايبها لك ايه في البدايه اهي نو سونر ومعها زان وادي باست سمبل. بص الجمله كده. يبقى نو سونر قلنا لما نبدا بنو سونر وهاردلي وسكيرسلي او بيرلي بنجيب ايه بقى صيغه الاستفهام. يا اما هاد هي يا اما ديت برضو تنفع لو هما كانوا حدثين حصل ايه بينهم، ما حصلش بينهم فاصل زمني. يبقى نو سونر هاد هي ريتن، مش هي هاد ولا هاز هي ولا هي ديت صيغه الاستفهام. having تتبع بالباست ها ها بارتيسيبل بالتصريف الثالث في الاكتيف، و having been زائد الباست بارتيسيبل في ايه في الباسيف. يبقى having is a film
she slept. يبقى بعد ما اتفرجت على الفيلم having ايه؟ فين التصريف الثالث؟ having watched. ومش عايزك تخلص بتخلط ما بين having و after. after ما فيش فعل بقى watching. after watching the film she slept. لكن having watched the film she slept. يا رب نجح الطلبة دي بقى يا رب وخلصنا منهم بقى السنة دي تخلص بقى. واحد تعب من العيال دي. نجحهم بقى واكرمهم يا رب. Let's أظن قلنا مليون مرة question tag السؤال المزيل وقلنا له حالات خاصة وقعدنا نغنيها في الحس. Let's shall we. Let us will you. أبوستروف دي مع بيتر هاد. أبوستروف دي مع رازر وود. I am aren't I. I am not am I. خلي بالك من الأشياء التراكمية حتى لا تندم. يبقى let's have a cold drink معروفة. Shall we. اوعى تقول shall you. Shall we. Shall we. نيجي بقى للرايتنج. What is a hug. قلت لكم 100 مرة الخطاف البداية الجاذبة بيسموها في اللغة العربية براعة استهلال. لما تبقى بقى كده مبدع وكاتب مبدع تبدأ صح. تسحب القارئ انه يقرأ. تشده انه يقرأك. تجذبه تعالى اقرأ الإبداع اللي أنا هكتبه. الإبداع بتاعك في الإيسي روعة بصراحة. بصراحة يعني بشوف حاجات مش بلاش بقى على النت فضايح. What is a hook? An opening. A sentence that captures the reader's attention. بتجذب اهتمام القارئ. The last sentence of a paragraph. الأخير. A tool used to catch thought. ولا a boring sentence. جملة مملة. عمرها ما تبقى جملة مملة. دي عبارة عن جملة افتتاحية. Capture. تأثر وتجذب اهتمام القارئ. هنا كابتشر بتجيب معنى يأسر. يعني الأسد مثلا يقول لك وس كابتشر دي يسروه ياخدوه من الغابة كده يحطوه في حديقة الحيوان. لما تأثر فكرة أحد يعني تشده تجذبه. استعارة برضو العربي في ذمة الله ربنا يستر. انت مش عارف عربي أصلا. Which of these tells which of these essays. الإسيهات دي بقى بيقول لك tells a story. احنا تكلمنا عن kinds of essays. ايه بقى النوع من الإسيه اللي هو بيحكي قصة. الارجمنتاتيف الاسي الاسي الجدلي اللي هو بيدي الجوانب الايجاب والايجابيه والسلبيه زي الانترنت مثلا وادعم وجهه نظر ووجهه نظر المضاده ولا الديسكريبتيف اللي بيوصف ولا الريفلكتيف اللي هو الايه التاملي بتحكي حاجه معينه عندك ولا الناريتيف اسيز اللي تيلا ستوري. تيلا ستوري يعني ناريت بتحكي قصه يبقى ناريتيف اسيز. المقالات اللي هي الايه اللي بتحكي قصص انت ايه عملتها رحت وجيت وسويت وعملت تبقى تحكي كده بقى ايه وانت في المستقبل كده بعد ما توصل لحلمك على اللي حصل فيك في الثانويه العامه. ميسيس جو تريتد هير براذر بادلي. ده سؤال مهم جدا. ميسيس جو هي اخت ايه ها بيب عملته بطريقه سيئه. اشرح بقى. هتقول شي يوزد تو هيت هيم. كانت دايما معتاده تضربه كل شويه وتقول له انا عمري ما تمنيت ابقى تو بي يور ماذر. وطبعا انت شفت تعاملها معاه في الفيديو اللي فرجتك عليه فهي بتضربه. شي يوزد تو هيت هيم هارد. شي يوزد تو تريت هيم بادلي. كانت دايما شي يوزد تو هيت هيم متعوده تضربه. كانت برضو انسلت هيم. انسلت يعني يشتم او يهين. فانت بقى ارغي في الحوار ده اكتب لك سطرين ثلاثه. شي يوزد تو هيت هيم سو ماتش. وانت شفت المشهد ولما بيقول لك برضه لما مس هافشم لما طلبت ان هو يروح بيقول لك شي بقى شي جامبد اون مي نطت عليا كده لايك ان ايجل اون الام. تعالى يلا روح. في عنف في عدوان. دي مش اخت دي دي بشعه في التعامل حتى مع جو كمان جوزها. قلت له انا عمري ما كنت عايز ابقى ايه ذا وايف اوف ا بلاك سميث. واصلا كانت كمان بتضرب جوزها وشكلها مهين كده وشكلها متعب قوي. بيبز فيزيت زيارة بيب تو ميس هافشم وذا تيرنينج بوينت. تيرنينج بوينت يعني نقطة تحول. كانت نقطة تحول في حياة ايه في حياته. يعني كانت نقطة تحول وللأسف كانت نقطة تحول صعبة جدا. طبعا هي بيجان تو بي اشيمد اوف هيز فاميلي. لما راح وشاف ستيلا وعماه تهينه وتحط له الأكل كده لايك ا دوج اون ذا فلور الأكل على الأرض بشكل مهين فطبعا هو اتضايق. وطبعا هنا بدأ هي بيكيم اشيمد اوف هيز فاميلي اند هيز بوزيشن ان لايف. وبدأ ايه عايز تو بي ريتش ليه تو بي ادمايرد باي ستيلا عشان ايه ستيلا تعجب ايه
ينال رضاها وكده، لانها كانت بتحتقره كل شويه وكل شويه تعنفه وبتقول وات ديرتي هاندس يو هاف، ايديك المعفنه، وات اجلي بوتس، الحذاء المعفن، وكانت دايما تقول له كومن 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 كومن، يعني انت واحد من العامه. وميس هابشن كانت مبسوطه بكده لانها طبعا هي كده تيك ريفينج، بتنتقم من الايه من الرجاله. يبقى دي كانت نقطه تحول، لان وين هي مت ستيلا لما قابل ميس هابشن وشاف ستيلا، وين هي مت ستيلا ده كان تغير فور زورست للأسوأ. وين هي مت ستيلا هي بيكام او هي بيجان، بدا هي بيجان تو فيل اشيمد، ان يشعر بالخزي والعار of his iba of his family. بدا بقى يفقد ثقته في نفسه، وطبعا يفقد يعني يفقد حبه للناس اللي حواليه لانهم فقراء، يعني بدا يتمرد وينسى اصله، ودي مش حاجه كويسه في الانسان ان هو يبقى ناقم على حياته. الناس اللي تحبك تتقبلك بكل شيء بفقرك، وقلنا زي قبل كده كتبتها لكم ان بافرتي از نوت سين، الفقر مش عيب، زي ما قلت لك الفقر هو فقر الاخلاق. وبيب بدا يفقد ثقته بنفسه وده مش صح، ودي نهايه طبعا الايه كويز 1 اللي هو على ريفيجن 1. شوف اخطائك واقراها وشوفها وتعلم منها، ما تيأسش. سلام.